اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده، وحلقه وعدناكم فيها انه كيفيه تحديد الفراغ والامور هاي. طبعا بدنا دعمكم للقناه، بدنا اللايكات والاشتراكات والى اخره، ماشي؟ ولا تنسونا من التعليقات الحلوه، وبس التعليقات الحلوه، يعني اللي ما عندوش تعليق حلو ما يحطوش يا اخوان، تمام؟ خليه له. طيب اليوم بدنا نشتغل على الفراغ، وزي ما قلت لكم انا في المنطقه نفسها اللي اشتغلت فيها المره الماضيه اللي هي ارض فاضيه، تمام؟ بدي اعرف اذا في فراغ او ما في فراغ. كيف في البداية بدي أشتغل، تمام؟ يعني كيف بالبداية بدي أبلش أشتغل، أعرف إنه عندي فراغ أو لا، ماشي؟ طبعًا إحنا بنحكي عن الفراغات، طبعًا بنحكي عن الفراغات اللي بيجي يدور بده يكون أصلًا أصل المنطقة مثلًا روماني، أصل المنطقة مثلًا بنحكي بيزنطي، يوناني إلى آخره، تمام؟ المنطقة فيها أصل، ماشي؟ مش أي مكان بدي أبلش، لأنه في فراغات طبيعية، الفراغ الطبيعي بيبين على السياق يا إخوان مثله مثل أي فراغ موجود في الدنيا. تمام، يعني ببين عنا الفراغ الطبيعي. إذا كان في أصل للمنطقة أو كان في حضارة موجودة في المنطقة، الآن بسهل علي الفحص وبسهل علي أعرف إنه في عندي شغل أو ما عندي شغل، تمام؟ الآن مثلا على سبيل المثال أصل المنطقة عندي هنا روماني، بنحكي عن روماني وكان فيها عصور يهودية وإلى آخره، يعني إلا يكون في فراغات، تمام؟ الآن بدي أشتغل على الفراغ اللي أنا مش عارف وينه، كويس؟ بدي أشتغل على أرض فاضية ما بعرف وين الفراغ ولا بعرف وين في إشي، ماشي؟ بدي أدور على الفراغ وأشوف وأقول بسم الله الرحمن الرحيم وأترزق مثلا، ماشي؟ لأن أنا ما بدي أفحص معدن، بدي أفحص فقط فراغ، يعني بدي أشتغل فقط على الفراغ. لأن عندي سيخ واحد اللي هو سيخ الفراغ اللي بنحكي عنه إحنا دائما، اللي هو 50 سنتي كامل، بنطعج منه 10 سنتي عشان المقبض. عندي بس سيخ واحد، راح أشتغل على سيخ واحد اليوم، ماشي؟ الآن بحط السيخ بزاوية 90، بشتغل على الزاوية 90 اللي حكينا عنها كل مرة، تمام؟ بشتغل على زاوية 90، ماشي؟ ما أعرف إذا واضح في الكاميرا أو لا، لكن إن شاء الله إنه يكون واضح. دقيقة، بشتغل على زاوية 90 وببلش أمشط في المنطقة. كيف بمشط في المنطقة؟ ما بمشط المنطقة هيك وهيك وهيك وهيك. الآن عندي قطعة الأرض هاي على سبيل المثال، الآن بشتغل عليها بنظام التمشيط هيك، تمام؟ يعني باخذ السيخ مثلا بشتغل عليه هيك، ما طلع معي فراغ، ماشي؟ خلصت قطعة الأرض، ماشي؟ ببعد عن المكان اللي كنت أفحص فيه مثلا خطوة خطوتين ونص تقريبا، ماشي؟ وبرجع بالاتجاه المعاكس بشتغل عليها نظام تمشيط، تمام؟ عشان أعرف إذا فيها فراغ أو ما فيها فراغ. كأني ماسك جهاز اللي بالإيد هذا بالمساك وطيطات طيطات، تمام؟ خلصت عندي قطعة الأرض، الآن باخذ خلينا نحكي خطوة خطوتين، ماشي؟ ونص، وبرجع بفحص كمان مرة، ماشي؟ تمشيط يا إخوان، على طريقة التمشيط، لأنه أنا ما بعرف إذا فيها فراغ أو لا، ماشي؟ على سبيل المثال أكس معي السيخ تمثيلي، ما في فراغ، أكس معي السيخ، ماشي؟ الآن شو باجي بسوي؟ طبعًا أنا جاي من أول الأرض، ما أكس معي، أكس معي بالمنطقة هاي، شو باجي بسوي؟ بنزل السيخ يا إخوان، باجي خطوة بسيطة لقدام، يعني هاي الخطوة اللي أنا بحكي عنها، شايفين قديش المسافة بين هون وهون؟ بس هاي الخطوة اللي أنا قاعد بحكي من عنها، بمشي خطوة بسيطة لقدام، ماشي؟ الآن برجع برفع السيخ كمان مرة على زاوية 90، وبرجع أشتغل عليه مرة ثانية، تمام؟ الآن ما أكس معي، على سبيل المثال ما أكس معي، نحكي أول نقطة، ما أكسش معي، إذا الفراغ اللي موجود هناك اللي أخذناه هناك هو عبارة عن صخرتين بيناتهم قاطع، بيناتهم فراغ، إذا شغلي مش فراغ. لكن إذا أكس معي أول مرة وأجيت في النقطة هاي على سبيل المثال أكس معي هون، تمام؟ إذا صار في عندي تحديد، صار في عندي فراغ، يعني صار في عندي نقطة ونقطة ثانية، تمام؟ الآن كنت حدا مثلا محدد على سبيل المثال محدد أول نقطة، الآن بدي أحدد النقطة الثانية بصير في عندي نقطتين. الآن شو باجي بسوي يا إخوان؟ عشان يكون تحديدك صح 100%. باخذ النقطة الثانية، ببعد خطوة زي ما بعدنا قبل شوي، تمام؟ وبرجع برفع السيخ وبكمل، ماشي؟ عشان أشوف إذا في تأكيس ثاني أو ما في تأكيس ثاني، ماشي؟ إذا ما عندي تأكيس ثاني، إذا الفراغ عندي حقيقي. الفراغ عندي حقيقي. طيب. عشان اعرف الفراغ اليوم بالطريقه الصحيحه نرجع للنقطه اللي صورناها قبل الفتره الماضيه الحلقه الماضيه للمعدن، هاي نقطه المعدن اللي جينا حكينا عنها على سبيل المثال، نقطه المعدن، ماشي؟ هو الفراغ اللي عندي،
اوكي، يعني حددنا النقطة هاي هو الفراغ. الآن أكس معي مثلا في النقطة هاي، بعدين أرجع أكس معي في النقطة هاي، شو باجي بسوي؟ بدخل جوا الفراغ يا إخوان، يعني بدخل بين النقطة هاي وبين النقطة هاي في النص وبوقف. طبعا أنا مثلا كنت جاي شمال للجنوب، أخذت النقطة الأولى وأخذت النقطة الثانية ماشي. الآن أنا في نص النقط، يعني هاي نقطة هون ونقطة هون، أنا في النص تمام. شو باجي باخذ باتجاه الغرب او باتجاه الشرق تمام، برفع السيخ كمان مره وبمشي. الان بستنى انه اكس معي، مثلا اكس معي بالنقطه هاي، هيك اعطاني التاكيسه النقطه هاي، باجي بعلمها وبخليها في ظهري وبرجع باخذ باتجاه، مثلا كنت جاي باتجاه الشرق برجع باخذ باتجاه الغرب ماشي. من داخل الفراغ، انا هسه داخل الفراغ ماشي، هيك ماشي معي 100%. الآن مثلا على سبيل المثال أكس معي هون، إذا صار في عندي مربع فراغ، يعني صار في عندي مربع فراغ، بدي أشتغل على مربع الفراغ الآن تمام. بدي أحدد مربع الفراغ بالطريقة الصحيحة، أعرف المربع هذا اللي أنا حددته شو الشكل تبعه كويس. الآن نقطة الصفر حكينا هون إحنا في النص، إذا أنا في داخل الفراغ الآن. الآن هاي فراغ، ما بنحكيش عن معدن، بنحكي عن فراغ فقط لا غير، بنشتغل على سيخ واحد اللي هو سيخ الفراغ. الآن باجي بأكد مرة ثانية من عند النص اللي أنا اشتغلت عليه ماشي، باتجاه النقطة اللي أكست معي اللي هي هاي تمام، أكست معي هون. الآن بدي أحدد شو الوضع، بطلع برا الفراغ. الآن بخطو الخطوة برا الفراغ وبروح باتجاه الفراغ. الآن التأكيسة كانت معي مثلا من النقطة هاي، والفراغ عندي منتصف الفراغ من عند الحجر تمام. الآن ببلش من برا مش من جوا، أنا حددت من جوا شو هو، في عندي فراغ لكن شكل الفراغ بقدرش أحدده من جوا، لأنه صعب التحديد من جوا، لأنه في فراغات ممكن يكون في قبر من هون، ممكن قبر من هون، ما بتقدر تحدده. الآن بدي أروح باتجاه الفراغ، مثلا على سبيل المثال احنا بنحكي اخذنا اول نقطة تأكيسة اللي هي هون تمام، برجع لورا خطوة يا اخوان وباخذ للجنب خطوة، يعني هي اكس معي هون، رجعت لورا خطوة واخذت على الجنب خطوة، برجع باخذ السيخ كمان مرة بزاوية 90 ماشي، باجي نفس الاتجاه بتأكس معي مثلا هون. اذا ببلش اعمل في الخط تبعي، في خط بدي ابلش ارسم في الخط تبعي ماشي. هسه بعد ما توصل مرحلة الاحتراف خلينا نحكي، ما بهم عندك الخط، لانه بصير انت بالشكل عادي تعرف انه الشكل النهائي شو هو، يعني بدون ما تحط خط ولا شيء. لكن المبتدئين بدنا نحط خط ماشي. ببلش احط الخط، برجع خطوة لورا ماشي، وباخذ خطوة للجنب وباخذ باتجاه ماشي. الان مثلا بطل يأكس معي نفس التأكيسة اللي أكس معي قبل شوي اللي هي هيك، هسه بيأكس معي هيك، اذا صار في كيرف، صار في شغل انحراف في المغاره ماشي. مثلا اكس معي هيك، الان شو باجي بسوي؟ بروح معها ماشي، باخذ خلينا نشوف، مثلا اكس معي بهاي الطريقه، انا لسه ما وصلت لها، اكس معي بهاي الطريقه مش اكس كامل تمام. شو باجي بسوي؟ راسم الخط، انا هون راسم الخط هون، ببلش اخذ الخط زي هيك صح، باجي عليه من منطقته نفسها عشان ارجع اخذ التأكيسة الصحيحة، برجع باخذ التأكيسة الان بتأكس معي بالطريقة الصحيحة تمام. اذا صار في عندي كيرف كويس، برجع باخذ خطوة لورا وخطوة للجنب وبرجع باخذها كمان مرة ماشي، اذا في عندي تأكيسة الى ان انتهي منها. الان اخذنا اول كيرف من هون، بدي اخذ الكيرف الثاني، مثلا هاي لسه مكمل الخط مثلا على سبيل المثال، الان بدي اخذ الكيرف الثاني، ما بعرف وينه، ممكن المغارة ظلها ماشي لقدام، ممكن انها تروح لهناك، ممكن كذا. الان باخذ مثلا على سبيل المثال تمثيلي يا اخوان، الان اعطاني الكيرف الثاني ماشي، باخذ باتجاه الكيرف، برجع بنزل، برجع خطوه، باخذ خطوه على الجنب وبرجع باخذها كمان مره تاكيسه كامله. اذا بشتغل نظام تخييط الاواعي. كيف تخييط الاواعي؟ نفس كاني بخيط في المغاره، بخيط فيها تمام، عشان تبين معي الفراغ كامل للمغارة، شكل المغارة بيحدد لي شو في تحت. يعني شكل المربع بنحكي على غرفة ماشي، طبعا الشكل والقياس تبعها ممكن 3×3 ممكن 4×4، شكل المربع بيحدد له غرفة، شكل المستطيل بعطيني مدفن
تمام. شكل المثلث مثلا بعطيني مغارة، شكل كل شكل له شغلة. شكل الدائري يعني شو الشكل الدائري؟ يعني طول ما انت ماشي وهي بتعطيك مش تأكيس كاملة، بتعطيك انحراف، بعدين بترجع، بعدين بتنجي وهي بتعطيك انحراف، بتعطيك بشكل دائري. اذا في عندي بير بشتغل على بير روماني مثلا اللي هو فسقية، بيجي بشكل الانجاصة خلينا نحكي، تمام، بشتغل عليه بعرف انه في بير. اذا قياسي للفراغ بيحدد لي نوعية الفراغ اللي موجودة، يعني بقدر اعرف شو في تحت الارض، هو مدفن، هو ايش، هو قبر، هو كذا الى اخره، تمام. خلصنا من تحديد المغارة وتحديد التخيط تبعها، الان بدي اشتغل على البوابة. كيف بدي اعرف البوابة في مكان زي هذا؟ ارض فاضية لا فيها اشارات ولا فيها اشارة لهجف ولا فيها اي اشارة موجودة في الدنيا، معي هالسيخ وبدي اشتغل على هالسيخ فقط لا غير، تمام. هذا اذا كانت المغارة فيها بوابة، اذا كانت المغارة فيها بوابة. الان اعطاني مثلا على شكل على سبيل المثال شكل مربع، تمام. الان اعطاني تأكيسه في المكان هذا، هاي مثلا هاي الشكل تبع المربع، ماشي، الخط هذا تبع المربع. الان باخذ خطوة بسيطة نص متر ل 75 سنتي، تمام، وبمسك السيخين، تمام، بمسك السيخين في الحالة هاي. عندي الخط اللي حكينا عنه هون، ماشي، ابعدت عنه بس خطوة بسيطة اللي هي من نص متر ل 75 سنتي فقط لا غير، بخلي الخط على يميني. بمسك السيخين، ضروري يا اخوان تفهموا هاي النقطة وهاي اللي اهم اشي في فحص الفراغ، انك كيف تعرف البوابة موجودة او مش موجودة، ماشي. الخط على يميني، انا مبعد عنه نص متر ل 75 سنتي، معاي السيخين بعاد عن بعض 30 سنتي، تمام، وبشتغل عليهم. الان شو حركة السيخ او شو اللي بفهمك اياه السيخ عشان انت تعرف انه هون في بوابة او لا، ماشي. حكينا الخط على يميني، انا مبعد عنه نص متر ل 75 سنتي، بروح باتجاه الخط كيف ما الخط اللي انا رسمته على الارض، ماشي، بدي امشي جنبه، كويس، مش بعيد عنه. مش ترجو تحكوا لي كيف بدنا نعرف وكيف بدنا، 75 سنتي بعيد عن الخط، يعني هاي الخط جنبي هون، انا مبعد عنه 75 سنتي فقط لا غير. بالسيخين، سيخ المعدن وسيخ الفراغ. الان كل واحد، ماشي، راح يشتغل معاي بطريقة شكل، يعني كل واحد راح يشتغل معاي بمعدن فراغ، لكن في الحالة هاي، في الحالة هاي فقط لا غير، راح يشتغلوا معي السيخين فراغ. كيف راح يشتغلوا معي السيخين فراغ؟ راح يشتغل واحد اللي هو اليمين باتجاه الفراغ الأكبر، لأنه التردد الصغير اللي أخذه السيخ القصير هذا أخذ التردد الصغير اللي أقوى إشي، إذن الفراغ اللي هو الموجود هو أقوى من الفراغ تبع البوابة، فراغ اللي جوا داخل أقوى من فراغ البوابة، إذا هذا راح يروح معي باتجاه الفراغ لأنه راح يأخذ تردد الفراغ الأعلى، تمام، وهذا راح يأخذ تردد الفراغ الأقل اللي هو اتجاه البوابة. إذا الخط على يميني، أنا بعيد عنها نص متر ل 75 سنتي، بمسك السيخين مع بعض تقريبا 30 سنتي بعد عن بعض، وببلش أخيط، ماشي، اروح باتجاه، وشرحنا هذا حكي على اللوح في المباشر، ببلش اخيط في المربع يا اخوان، بعيد عنه بس اشي بسيط، ماشي. الان حركة الاسياخ باتجاه البوابة، يعني صار في عندي مثلا على سبيل المثال هنا في بوابة، هاي الفراغ على يميني صار في بوابة هون، ماشي. حركة الاسياخ شو بتعمل؟ تعمل انفراج بهذا الشكل، تمام، يعني وانا ماشي خلينا نعتبر انه انا مراجع هيك لورا، وفي خط هذا على يميني اللي هو خط المغاره، وماسك هالسيخين، ماشي. لا، لما اوصل البوابه راح يصير معي انفراج للاسياخ اثنين هيك، كاني بفحص على السرداب، وحكينا موضوع هذا السرداب قبل هالمره، تمام. راح يصير في عندي انفراج للاسياخ الاثنين. الان في الحاله هاي شو لازم اسوي؟ بنزل السياخ وبمشي الخطوة اللي حكينا عنها قبل هالمرة، خطوة بسيطة جدا، وبرجع برفع السياخ لكن قريبات من جسمي، تمام، قريبات من جسمي، لأنه مسافة البوابة لا تتجاوز متر ونص دائما، مسافة يعني ممكن أنها تكون متر وسبعين، وأقل من متر ونص ممكن، لكن ما بتتجاوز المتر ونص ومتر وسبعين، تمام. إذا برجع طبعا فرج معي أول مرة، برجع بقربهم علي هيك وباخذ الخطوة البسيطة، بعدين برجع بمسك السياخ كمان مرة وبمشي بشكل بطيء يا اخوان، مش سريع، بشكل بطيء، عبين ما تنفرج معي الاسياخ مره ثانيه. اذا صار في عندي بوابه، يعني
صار في عندي انفراج اول للاسياخ، تمام، تنزيل خطوه بسيطه، بعدين انفراج ثاني للاسياخ، تنزيل وخلاص انتهى. حددت بوابه، حددت مدخل، ماشي. اذا انا دخولي من هاي المنطقه. عشان ااكد انه هذا الدخول الصحيح ولا لا، عشان ااكد دخول صحيح ولا لا، طبعا بخيطها كامله، بخيط مربع كامل، لكن باجي من عند البوابه هاي، على اعتبار مثلا هاي الصخره وهاي الصخره هم البوابه، تمام. باجي من عند البوابه، شو باجي بسوي؟ بمسك سيخ الفراغ لحاله وبروح باتجاه البوابه، ماشي، عشان اقدر اعرف انه حتى البوابه مسكره او مش مسكره او شو التسكير تبعها. برجع لورا تقريبا 5 متر يا اخوان وبروح باتجاه البوابه، ماشي، بمسك سيخ الفراغ لحاله. الان على سبيل المثال السيخ سكر معي هون قبل الخط اللي انا كنت حاطه للفراغ، اذا في عندي هون صخور ومسكره تسكير كامل البوابه، تمام. الخطوه الثانيه، اذا السيخ الفراغ ظلوا ماشي معك ما اكس، لانك انت رايح باتجاه الفراغ، الاتجاه الحلقه اللي هي اكبر، الهال الاكبر، اذا ما باكس معك، اذا بكون في عندك في منطقه البوابه ما في شويه تراب وطمم والى اخره، ما بكون في شيء عظيم، تمام. ثالث نقطه انه لما تيجي تمسك السيخ مثلا على سبيل المثال، يأكس معك أول تأكيسة، بعدين ترجع تنزله وترفعه مرة ثانية، يأكس معك ثاني تأكيسة، تأكيستين. إذا في عندي مكان هون، شوف كيف تحديد عشان تعرف تحدد الفراغ بالشكل الصحيح، بكون في عندي مكان تسكيرة هون مثل الحيط مثلا بنا، ماشي، بعدين في عندي طمم، بعدين في عندي هون تسكيرة رئيسية اللي هي سدة أو التغليقة أو إلى آخره، بكون في عندي تسكيرة رئيسية، ماشي. هذول ثلاث حالات بالنسبة للبوابة، كويس. الآن لو ما كان في بوابة، البيزنطيين اشتغلوا شغل انه كان عندهم الدفن من فوق، تمام، يعني كان عندهم فتحة من فوق ينزلوا منها الميت على الفراغات اللي موجودة او المغارة اللي موجودة، اللي بكونوا عاملينها بشكل محراب، مثلا محراب من هون، محراب من هون، محراب من هون، محراب من هون، بحطوا فيها اربع جثث، بحطوا المقتنيات الشخصية تبعتهم في الوسط، تمام. هاي ما فيها بوابة، ما بتقدر تحدد لها بوابة، شو بتسوي؟ احنا عادة بنجيب الشيش، لأن هاي ما بيكون فيها أعماق، تمام؟ احنا بنجيب الشيش اللي هو عبارة عن ماسورة طويلة، ماشي، تقريبا سنتي أو سنتي تقريبا، ماشي، وماسورة طويلة ومبوزة في الآخر، ونصير ندخلها بالأرض وندق عليها، ندق عليها، ندق عليها، نشوفها بتدخل من منطقة أو من هاي المنطقة بتدخلش، هون في صخرة هون كذا، بنشيش خلينا نحكي السطح تبع المغاره، بنشيشه عشان نعرف وين في مدخل، عشان يبين معانا المدخل. طبعا هذا بجاوب عليه بحلقات ثانيه، كيف طريقه الشيش، عشان اجيب شيش عشان اشتغل قدامكم طريقه الشيش، عشان نعرف انه كيف المدخل بكون من فوق، يعني مش مالوش بوابه، مدخل من السطح، تمام. هاي لها تحديد في حلقات ثانية ولها شغل ثاني. إن شاء الله إحنا استفدنا إنه أول مرحلة كيف لقينا الفراغ، يعني كيف اشتغلنا على طريق الزجزاج العادي، ماشي، أو تمشيط الأرض، لقينا الفراغ. الآن ثبتنا وجود الفراغ، بعديها حددنا تخييط الفراغ بالشكل الصحيح، بعديها حددنا وجود بوابة أو عدم وجود بوابة، تمام، وشكل المغارة على إيش بدل، تمام. بعديها أجينا حددنا البوابة والمدخل، وإذا ما كان فيش في مدخل حكينا إنه الدخول من الأعلى. هاي بالنسبة لتحديد الفراغ إخوان، سهلة يعني. والله شغلة ما هي صعبة، والله العظيم ما هي صعبة، أقسم بالله بيجيك تبع هالسياخ بحملك 100 جميل إنه طالع عندك، تمام، يعني اشتغلها لحالك. سيخين يا اخوان، سيخين بسيطات، ما عليه دينار حقهم يا اخوان، اشتغلها لحالك، اجتهد سوي اعمل اوصل لنتيجة. انا قلت لك بعطيك الطريق الصح، بعطيك بداية الطريق وانت كمل، ماشي، ما باجي بقول لك هاي الطريق فيها شوك ما تروح عليها، هاي الطريق الصحيحة يا اخي، بتخش منها انت وكمل، ماشي، لو طلع لك اشي بهاي الطريق انت تحمل نتيجته، لكن طريق الغلط ما تسيبك منها، ما تشتغل عليها. الآن تطعيم السياخ وما تطعيم السياخ والشغل هذا وكل الحكي هذا يا إخوان، ما بقول إنه مش صحيح، صحيح، لكن بتوهك. أنت اليوم بتدور على معدن واحد، بتدور على فراغ، ماشي، ما بهمك وجود
أصنام وما بهمك وجود فخار، ما بهمك وجود نحاس وألمنيوم وبلاستيك، ما بهمك هذا الحكي، بهمك شغلة واحدة أنت جاي بدك تترزق. احنا بنسميه يا اخوان السهل الممتنع، يعني اشي سهل بيعه سهل سريع ماشي، لكن خطير يعني معروف انه هو ممنوع قانونيا ماشي. لكن لما نلاقي تمثال، على سبيل المثال لقينا تمثال ماشي، اول شيء عليه قضية وعليه كذا وامن دولة ومش عارف ايش و و و و وهو عبارة عن حجر يا اخوان تمام. لكن الذهب اختلف الوضع، الذهب تقدر انك توديه على حدا بيسيح لك اياه بيطلع لك اياه وبتبيعه يعني بصراحة بتشتغل فيه براحتك ماشي. لكن اذا جيت لقيت لك تمثال ماشي، يا بتعرف حالك طريق رايح من هنا يا من هنا، ما فيش مجال، وضحت؟ فاحنا بنبحث عن معدن ذهب فقط لا غير، بنبحث عن فراغ، ما بهمنا وجود معادن ثانية، ما بهمنا انه هاي مقبرة فرعونية ولا هي مقبرة يونانية ولا هي مقبرة بيزنطية، ما بهمناش هذا الحكي، بهمنا انه وصلنا لنتيجة فقط لا غير تمام. وشكرا للجميع للمتابعة، واسفين على طول الحلقة، لكن شكرا جميعا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية، واهلا وسهلا فيكم.